بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا فيديو صغير عن الماك سيف تشارجر، انبوكسنج سريع. الماك سيف تشارجر بيتباع لوحده منفصل عن الايفون، هتلاقوه طبعا في كل محلات الكبرى. هنعمل انبوكسنج سريع. بسم الله. طبعا هنا التشارجر وهنا الكورد. طول الكورد او الكيبل ما شاء الله كبير، تقريبا متر. طبعا هو بيجي من غير الهيد، الهيد بتتباع برضو لوحدها منفصل. ده شكل الايه الماكسيف تشارجر.